الله الرحمن الرحيم. النهارده هنعمل لكم حاجه جديده خالص. النهارده عندنا عزومه وانا اتحديتهم النهارده ان انا اعمل حاجه جديده واللي موجود. فانا هعمل اكبر برجر في العالم. النهارده معانا الدقيق وهنحط عليه الملح كالمعتاد. هنحط بقى الخميره في الميه معاها السكر معاها اللبن بودرة. هندوبها وهنركنها على جنب. بصوا بقى يعني حاجة هتبهر الموجود بجد. يا رب يعجبكم وياريت علقونا في الكومنتات وتقولوا لنا ايه رأيكم. حاجة جديدة ومش موجودة يعني كتير، فاحنا هنعملها ونشوف رد فعل الناس. كده احنا هنركن بقى الخميرة على جنب. بيكنج باودر عليه الخل، ده يعتبر محسن للعيش. البرجر اللي احنا عاملينه بصراحة تحفة وريحته جميلة جدا. ندخلها الفرن ونرجع لكم.